أسعد الله أوقاتكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات تعلم الفوتوشوب بشكل أكاديمي. هاي المحاضرة فيها زخم كبير، فيها معلومات جدا قيمة ومهمة بشكل كبير. ففي البداية أول شيء راح نتعرف على مفهوم الفيذر في كافة أدوات التحديد، وراح نتعرف على أداة التحديد المغناطيس أو Magnetic Lasso Selection Tool، وراح نشوف كيف بدنا نقص سيارة وندخلها في بيئة أخرى. كذلك راح نتعرف على اللي هو ما يسمى بالإشباع اللوني، وكذلك كنه اللون وكيف بدي أطبقه على العمل. راح نأخذ كمان تمرين كثير حلو اللي هو كيفية تطبيق الميك أب إكسرسايز، إنه نغير لون العيون، نغير لون الفم، ونغير لون الملابس لصورة شخص معين. كذلك راح نتعرف على اللي هو كيفية حفظ التحديد اللي أنا عملته، وكيف بدي أعمل له لود للسيليكشن أو إعادة استرجاع. وفي آخر شيء بدنا نتعرف على شغلات سريعة اللي هي دوبليكيت لاير، كيف إنه أعمل نسخة من الطبقة اللي عندي بشكل سهل، وكذلك كيفية إخفاء وإظهار البانلز اللي هي موجودة عليهم. فهاي الأمور كلها إن شاء الله راح نكون فيها خلال هذا اللقاء. زي ما حكيت لكم هاي المحاضرة كتير مهمة، بتمنى تستفيدوا منها وتعجبكم. طبعا في البداية وقبل ما نكمل، دائما احنا عندنا في كل محاضرة في تلميح او في هنت معين لحتى نستفيد وناخد بعض المعلومات في برنامج الفوتوشوب. فالهنت لليوم اللي هي استخدام زر تاب في عندي في لوحة المفاتيح اقصى اليسار، في عندي زر اسمه تاب. فهذا الزر بيساعدني انه اخفي كافة البانلز وكافة حتى شريط الادوات، وارجع اظهرهم حتى لو بدي استعرض او اشوف التصميم بدون اي شيء. خلينا نشوف هذا، نختبر هذا الموضوع. فانا حاليا موجود في برنامج الفوتوشوب مثل ما انتم شايفين. لو ضغط على زر تاب راح تلاحظوا انه كافة البانلز اللي على اليمين وكذلك شريط الادوات على اليسار كلها اختفت، حتى شريط القياسة او شريط الخيارات، كل هاي الأشرطة بتختفي لما أضغط على زر تاب. برجع بضغط تاب مرة تانية بترجع بتظهر. فهذا التلميح الخاص باليوم. نرجع للشرح الآن. إذا حبيتوا طبعا الفيديوهات السابقة وحابين نستمر مع بعض، ياريت تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب، وتشتركوا معي بالقناة حتى يوصلكم أي شيء جديد بقوم فيه. نيجي للموضوع الأول. الموضوع الأول اللي هو الفيذر. الفيذر هو خاصية ممكن أسميها تنعيم الحواف على أساس أنه أفهم هذا الموضوع. وهذه الخاصية موجودة في كافة خلينا نحكي أدوات التحديد. قيمتها إذا كانت صفر بيكون الحواف حادي. يعني مثلا إحنا كنا محددين دائرة على هاي الصورة، فلما تكون قيمة الفيذر صفر حتكون الدائرة شمالها حادي. إذا حطيت القيمة 70 حيبلش إيش تنعيم بالحواف بشكل أكبر. إذا حطيتها 120 حيزيد قيمة التنعيم على حواف الصورة. الشيء اللي بدنا ناخده بعين الاعتبار أثناء استخدام هذا الفيذر، أول شيء يجب ضبط قيمة الفيذر قبل الشروع بعملية التحديد. يعني أنا لما أجي أحدد ما بروح بحدد بعدين بحط قيمة الفيذر، ما رح يتأثر التحديد عندي. يعني إذا حطيت عملت تحديد بعدين غيرت الفيذر ما رح يزبط. لازم في البداية أحدد قيمة الفيذر وبعديها أقوم بعمل تحديد. الموضوع الآخر اللي بدي أنتبه له إنه في حالة القيام بأي عملية فيذر يفضل إنه مباشرة أرجع قيمة الفيذر للصفر، لأنه بتبقى مخزنة وأحياناً ما بنتبه لها، وبالتالي ما بقدر أرجع للقيمة الأصغر. طبعا رح نتعرف كمان في موضوع الفيذر انه انا في عندي امكانية انه اغير في الفيذر بعد انه التحديد، ولكن بيكون عادة يعني في عملية زيادة وليس في عملية نقص، اضافة فيذر على فيذر اخر. فخلينا نشوف مع بعض موضوع الفيذر ونطبقه بشكل عملي. فحروح افتح اي صورة منها صور الموجودة عندي. فعلا فرض ناخذ هاي الصورة.
الآن بدي أعمل مساحة باللون الأبيض هون عشان يبين عليها الشغل اللي عندي، فعشان هيك راح أخذ أداة تحديد مثل ما تعلمنا، اللي هي مثلا أداة تحديد المستطيل، وبعديها طبعا راح أعبي هاي باللون الأبيض. وهذا الشيء أول شيء أخذنا اختصار إنه أرجع الديفولت كولر للوضع الطبيعي عن طريق أضغط حرف الدي، اللي هو برجع لي فقط حرف الدي الأسود والأبيض زي ما كانوا. كمان تعلمنا إنه ممكن أعبي مساحة باللون الخلفي أو اللون الأمامي بالاختصارات عن طريق اللي هي كوماند مع أو كنترول مع زر الحذف أو باك سبيس أو ألت مع زر الحذف. هلا إذا بدنا نعبي المساحة على الخلفية نفسها بنكون محددين نفس الخلفية، بس إذا بدي أعمل طبقة إضافية على أساس لو احتجت إنه أمسح أو أشيل هاي المساحة، بعمل طبقة إضافية، بضغط على زر Alt مع الحذف مع الباك سبيس، فبتلاحظوا انه عبالي باللون الامامي، طبعا بتراجع اللي هو كوماند مع زد او كنترول مع زد، بضغط على كوماند مع او كنترول مع زر اللي هو الباك سبيس او الحذف، بتلاحظوا عبالي اياه باللون الابيض. كيف بدي الغي التحديد؟ بضغط كوماند مع دي. الان دائما لما حكينا بدنا نيجي نحدد، لازم نحدد الطبقه اللي بدنا نشتغل او بدنا ننسخ منها تكون هي الطبقه الفعاله، لهيك انا بحدد طبقه الباك جراوند او الخلفيه. نيجي ناخذ تحديد دائري، تلاحظوا انه سواء كان تحديد مستطيل او تحديد دائري او ليسو تول، اي اداه كلها الها فيذر، فاحنا حناخذ حاليا التحديد الدائري ونخلي القيمه للفيذر صفر. هلا لما اجي اعمل احدد، مثلا حددت هاي الدائره وقيمتها كم؟ صفر. حكينا اخذنا انه انا ممكن انسخ التحديد عن طريق كوماند مع سي، وبعديها بضغط على كوماند، طبعا حكينا سي ام دي او كوماند اللي هو نفسه كنترول في الويندوز، فلما احكي كوماند في الماك هو نفسه كنترول في الويندوز، فبحكي كنترول مع في يعني بيعمل لي لصق، فبتلاحظوا هون اجتني طبقة جديدة لاير 2. بروح على أداة التحريك أو أداة الموف هاي، وباجي بمسك هاي من الوسط، بمسكها وباجي بسحبها. طبعا ما إنها الطبقة هاي جاية تحت الأبيض مش راح تبين، إلا إذا رفعتها لفوق الأبيض ساعتها راح تبين. فبتلاحظوا هون إحنا عملنا فيذر صفر، الحواف شو مالها؟ حادة. طيب خلينا نروح نعمل كمان تحديد، نعمل تحديد دائري، وانتبهوا انه اكون محدد ايش الخلفيه. هلا شوفوا انا ما حطيت الفيذر، لو بدي اجي اضيف الفيذر اضافه حاليا، انا مثلا اجيت كتبت بدي فيذر 50 على فرض، ماشي، وحطيت انتر وجيت عملت نسخ يعني كوماند سي او كنترول سي كنترول في عملت لصق وجيت اسحب، تلاحظوا طبعا، بس خليني احطها برضو الطبقه هاي فوق الطبقه اللي باللون الابيض، تلاحظوا انه الفيذر شماله برضه حاد. ليش؟ لانه الفيذر اللي ضفته في 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 لاحقا ما تم اعتماده، لذلك يجب علي انه انا قبل ما اجي احدد، قبل ما اجي ارسم التحديد، لازم احط ايش قيمه الفيذر اولا، وبعديها بروح برسم التحديد اللي انا عايزه. طبعا نتاكد انه محددين الطبقه، كوماند او كنترول سي كنترول في، بعمل لصق باجي بسحب هذا الشكل. طبعا خلينا نحطه فوق تلاحظوا انه لما حطينا فيذر بقيمة 50 صار في عندي حواف شمالها ناعمة، ولما ازيد القيمة خلينا نضيف قيمة اخرى. نرجع لأول شيء لازم احدد الطبقة الاساسية، احدد اللي هي اداة التحديد اللي انا عايزها، احدد قيمة الفيذر، خلينا نرفعها ل100، ونيجي نحدد مثلا هذا الجزء، وبعديها نضغط على كنترول مع سي او هو بالماك كوماند سي، بعديها بضغط على كنترول مع في عشان اعمل لصق، فجاب لي اياها هون، طبعا برفعها فوق الطبقه البيضاء عشان تيجي عندي، اختار اداه الموف باجي بسحبها هون. زي ما تلاحظوا انه لما حطيت القيمه 100 اصبحت نسبه الفيذر اعلى بكثير، وصار في عندي ايش مزج اكثر. طبعا هاي الطريقه كمان ممكن استخدمها لحتى امزج صور مع صور اخرى، يعني في صورة مثلا حبيت جزء منها بدي أدخلها بصورة تانية، برضو ممكن أستخدم هذا الأسلوب. طيب هيك إحنا تقريبا صرنا فاهمين شو موضوع الفيذر. الآن أنا لو رحت على أداة الفيذر، خلينا نحطها صفر بس عشان تبين معنا، وحطيتها قيمة صفر وإجيت حددت فيها جزء معين،
المعروف انه هذا حيكون ايش صفر يعني حاد بهذا الشكل. الان بعد ما حددت انا الشكل قلت والله بدي اضيف عليه ايش فيذر وانا كنت ناسي اني احطه في بعض التحديد باخذ مني وقت يعني عشان اعمله. فبالتالي بروح لقائمه سيلكت بروح لقائمه موديفاي بختار منها فيذر او ممكن اختار الاختصار اللي هو شيفت مع اف 6 بيطلع لي هذا المربع. هذا المربع باجي بحكي له انا والله عايز فيذر يكون عباره عن 50 وباجي بضغط على اوكي. هلا لما اجي احدد اللي هي الباك جراوند اعمل نسخ كنترول سي بعدها لصق كنترول في وخلينا نرفعها لفوق شوي عشان تبين على الابيض اسحبها واجي احطها هون. تلاحظوا اني اضاف لي فيذر، احنا حطينا صفر في البدايه ولكن عمليه اضافه الفيذر ممكنه ولكن ممكن في عمليه الاضافه وليس في عمليه الطرح. يعني مثلا نرجع مره ثانيه، هي انا بدي احدد الباك جراوند رجعت حاليا التحديد عندي صفر، لو حطيته انا 100 واجيت حددت جزء من هاي الصوره تمام. هلا هون في فيذر يعني لو انا بدي انسخ راح يطلع عندي الشغل شو ماله ناعم، لكن انا بدي اجيت على بعديها على سيلكت ورحت على فيذر وجيت حكيت له بدي الفيذر صفر وحطيت اوكي. هلا شو بيعطيني انه ما بيزبط صفر، لازم احط قيمة ازود شوي من صفر، يعني انا بدي احط 0.1. ليش؟ لانه عملية الاضافة هاي فيذر عملية اضافة ما بتزبط طرح. طيب لو حطيت خلينا نحكي انه 0.1 اوكي، هل تتوقع انه راح يقلل لي الفيذر اللي انا حطيته اول هو 100؟ خلينا ننسخ ونيجي نعمل كنترول في لصق نرفعها بعدها نجيب ننزل. فبتلاحظوا انه التنعيم لساته كبير، السبب انه عملية الاضافة الفيذر من هون سيلكت واضيف الفيذر هاي سيلكت موديفاي فيذر هاي بتضيف لي الفيذر اضافة ولكن ما بتطرحه من الشغل تاعي، يعني ما بصير ارجع بالفيذر لورا اذا كان القيمة عالية ولكن بصير عندي اذا كانت القيمة قليلة انه ارفع القيمة الخاصة فيها. بصير عملية إضافة فيذر للتحديد ممكنة من قائمة Select Modify وأختار فيذر ولكن عملية التقليل غير ممكنة. طيب في شغلة ممكن تصير معكم أحيانا إنه أنا لو رحت اخترت أي أداة تحديد مثلا التحديد الدائري حطيت قيمة عالية كبيرة كثير، طبعا شوفوا تأثير الفيذر بيختلف من صورة إلى صورة حسب الريزولوشن الخاص فيها. كل ما كانت دقة الصورة أعلى وحجمها أكبر بتكون تأثير الفيذر القيمة تاعته أقل، فبالتالي بضطر أرفع القيمة تاعته عشان يبين عندي. وكل ما كانت الصورة دقتها أو ريزولوشن أقل أي قيمة قليلة بتأثر فيها بشكل سريع. فإذا عملية قيمة الفيذر بتختلف من صورة إلى صورة وفقا للدقة الخاصة بها. طيب خليني أجي أحط مثلا فيذر قيمته 300 يعني فيذر عالي كثير وبدي اجي احدد. لما اجيت حددت مساحه مثلا صغيره راح تجيكوا هاي الرساله انه no pixel are more than 50% selected the selection edge will not be visible. بيقول لي انه قيمه الفيذر اللي حطيتها مع المساحه هاي مش راح تزبط معي لانه مش راح يظهر معي ايش جزء شيء من الصوره، راح تكون كانها شيء مختفي حتكون شفافه فما راح يحدد لي شيء. وبالتالي لما تجيني هاي الرسالة شو بدي أعمل؟ يا أما بدي أكبر المساحة اللي هي مساحة التحديد وحيتزبط معي، أو إنه بدي أقل إذا بدي مساحة أقل بدي أقلل قيمة الفيذر لحتى تزبط. طيب إذا هذا الفيذر، طبعا الفيذر له تطبيقات راح ناخذ شيء عملي كمان عليه من خلال الشرح خلال هذه المحاضرة. في عندي جزئية بتحكي عن استخدام الفيذر، احنا لما نيجي للمكياج رح نستفيد من الفيذر. طيب نرجع لموضوعاتنا. هلا شفنا اللي هي موضوع الفيذر وكيف ان اتحكم فيه. الموضوع الثاني رح نيجي لأداة كثير مهمة من أدوات التحديد. طبعا احنا اخذنا مجموعة من الأدوات التحديد في اللقاءات السابقة منها التحديد المستطيل والتحديد الدائري وكذلك أداة التحديد الحر وأداة التحديد المضلع. اليوم رح نيجي لأداة بدها شوية شغل اللي هي أداة التحديد المغناطيسي. أداة التحديد المغناطيسي هي أحد الأدوات المميزة أيضا من أدوات التحديد.
اسمها مغناطيس لأنه النقاط بتقارب أو على الفرق بين الألوان أو التباين اللوني بين العناصر، بتحاول تساعدني لحتى أعزل الصورة. فرح نأخذ تمرين ونتعلم على هاي الأداة من خلال إنه نقص عنا هالصورة، هاي صورة سيارة بدنا نقصها ونحطها في هاي الصورة اللي هي الخلفية الموجودة عندي. طبعا حقوق الملكية لهاي الصورة بضلها لصاحبها اللي هو بويم من موقع انسبلاش. طيب خلينا نروح نجيب الصورتين ونحاول نقص صورة السيارة وندخلها على الصورة الأخرى. فبنروح على فايل اوبن وبنيجي بنحدد انه بدنا صورة السيارة هاي، وممكن نضغط على كنترول حدد الصورة الثانية أو بالماك بضغط كوماند أو سي أم دي. بس أحدد هالصورتين باجي بضغط على زر أوبن، فبلاحظ إنه أصبح الصورتين موجودين عندي في البرنامج. الآن بنيجي لصورة السيارة. طبعا الملفات بتظهر عندي في هذا المكان زي ما تعرفنا سابقا. هاي صورة السيارة. الآن السيارة هاي بدي أقصها وأنقلها لإيش الخلفية اللي هون. طبعاً أنا ممكن أقص أي شيء، أي عنصر، ممكن يكون عبارة عن شخص، ممكن يكون عبارة عن عنصر في مكان معين أنقله لمكان آخر، أغير خلفية إلى آخره. أول شغلة بدي أروح لأداة الماجنتيك تول اللي هي اختصارها طبعاً حرف ال-L. فلو كنت أنا على أي أداة ثانية وضغط حرف ال-L باجي للأداة، لكن إذا كانت الأداة مش نفسها راح أضغط على Shift مع L عشان أختار اللي هي أداة الماجنتيك هاي. طيب هاي الأداة كيف بدي أستخدمها؟ يفضل إنه أجي أضغط على Control مع حرف الزائد عشان أكبر الصورة عندي وأشوف الأطراف. بس أكبر الصورة كيف بدي أتحرك جواتها؟ بضغط على زر المسطرة من لوحة المفاتيح وبسحب عشان أحرك الشكل. تمام، بس أترك المسطرة بترجع لي الأداة اللي أنا بشتغل عليها. يعني لو بدي أحرك أو أعمل نافيجيت في الصورة بضغط مسطرة وباجي بسحب وبحرك زي ما أنا عايز، بس أكمل بترك إيش المسطرة بترجع لي الأداة. الآن لو إجيت ضغط ضغطة واحدة بتظهر لي نقطة، بتلاحظوا بطلع من النقطة هذا خط. لما أجي أحرك المؤشر الماوس بدون ما أضغط أي شيء، يعني بس مجرد أنه بحرك، راح تلاحظوا أنه الكمبيوتر بشكل تلقائي بيعطيني خط. يعني كل ما أحرك أنا بحكي له أنه هاي المنطقة اللي بدي إياها، بناء على التباين اللوني هو بصير يعمل لي خط على الشكل وبصير يحط نقاط. هلا أنا في بعض الحالات مثلا وصلت لمنطقة معينة ما حط لي نقطة فيها، أنا ممكن أضغط أضيف نقطة أنا عشان إنه أحدد له إنه هاي المنطقة خلاص بدي إياها لهون. في بعض المناطق بحس إنه مثلا بطل يمشي معي زي ما بدي، انحرف، برجع لورا شوي وباجي أنا بحط نقطة وبمشي. بصير أنا طبعا أنا بإمكاني أنا أضيف نقاط كمان، يعني أنا مشيت شوي ممكن أضيف نقاط عشان أثبت هذا الخط وأضلني ماشي مع البرنامج. الآن ممكن أكمل في بأداة البنتول إنه أظل ماشي بهاي الطريقة، بأداة عفواً الماجنتيك أظل ماشي بهاي الطريقة لحديت ما ألف وأرجع لنقطة البداية. وممكن إنه أعمل تحديد بشكل جزئي، يعني ما أحدد كل السيارة مرة واحدة، إنه أجي بحكي له إنه أنا وصلت هاي المنطقة باجي بسكر هاي كلها، أحط مجموعة نقاط وهون بعمل دبل كليك بكون رجعت للبداية. فأنا حددت هذه المساحة فقط مع هاي المرأة. وكيف بدي أشتغل أو أكمل الجزء الباقي؟ بكمل بنفس الطريقة اللي تعلمناها، إنه حكينا إنه أنا بضغط على Shift عشان إيش أعمل إضافة، بتلاحظوا أجاني إشارة زائد، وبالتالي باجي بضغط عشان إيش أضيف كمان نقاط وأضيف كمان تحديد على التحديد اللي أنا موجود عندي. طبعاً زي ما حكيت لكم أنا ممكن إيش أضيف، طبعاً لو كان التحديد معي مش دقيق كمان أنا ممكن أضلني مكمل، أضلني ماشي في التحديد حتى لو مش دقيق، أنا ممكن لاحقاً كمان أرجع أعدل عليه. وفي شغلة بدأ أعرفها أنه أنا وأنا بحدد مش شرط أنه أستخدم، طبعاً شفت أول مرة بحطها بعدها خلاص بترك لأن الأداة بظلها ضغط أنه زيادة، بضغط مسطرة عشان أزيح الصورة. مش شرط أنه أستخدم بس نفس الأداة، يعني أنا ممكن بعد ما أخلص هذا التحديد ممكن أجي أعمل كمان إضافة تحديد أو طرح تحديد باستخدام
أدوات تحديد مختلفة أخرى، يعني ممكن أداة أحسها إنه والله بتساعدني في عملية في تحديد جانب معين أفضل من الأداة هاي، فيش عندي مشكلة، برجع بأخذ الأداة. طبعا شوفوا وصلت لمكان في مشكلة، هون إجتني نقط زيادة، برجع على زر الباك سبيس الحذف بدون ما أضغط على الماوس، برجع بحرك الماوس بس تحريك لورا، وبرجع بضغط على زر الحذف أو باك سبيس، ساعتها بمسح لي النقاط الزيادة، برجع أنا بحدد له نقاط عشان يحاول إنه يمشي عليها. ولو ما إجا معي التحديد كمان بشكل جيد في منطقة معينة بكمل. طبعا هيك أنا شو بسوي، بعمل تحديد وبس أوصل لمنطقة إنه بطلت أقدر أكمل، بضغط على مسطرة وبسحب عشان أحرك الصورة، وبالتالي بيعطيني إمكانية إنه أزيح الصورة للمكان اللي أنا عايزه. زي ما حكينا لو صار عندي إشكالية وأنا ما قدرت أعملها في المرحلة هاي، ممكن أعمل مرحلة تصحيح لاحقا وأجي أعدل وين عندي إشكالية في التحديد، وأغير أي مشكلة صارت عندي، أضيف تحديد، أطرح إلى آخره. طبعا احنا مشينا بالاسلوب الثاني. الاسلوب الثاني اللي هو الاسلوب الاول، حكينا انه انا ممكن اعمل بشكل جزئي، جزء جزء، واجي اكمل على حد ما اخلص الصورة. او الطريقة الثانية اللي هي انه انا ابلش من نقطة في البداية واضل مكمل فيها لحتى انه احدد كامل الصورة الموجودة. هلا مرات في بعض التحديدات يمكن ما تزبط معي، عادي بخليها مش مشكله، ممكن اعالجها انه ارجع مباشره، وممكن اضلني ماشي مبدئيا وايش ارجع اعالجها باداه ثانيه او بنفس الاداه انه اضيف تحديد والى اخره. بكمل. بتلاحظوا احنا وصلنا وين؟ تقريبا منطقه التحديد هي نقطه البدايه، فانا برجع بضغط دبل كليك او برجع بسكر لعندها، راح تشوفوا انه تقريبا انا حددت السيارة ككل بشكل كامل. الآن شو أنا ممكن أعمل؟ مثلا عندي هاي المنطقة في إشكالية، أنا بقدر أكبر وأمشي بالمسطرة شوي شوي بمسطرة وأحرك عشان أشوف هون عندي إشكالية. هاي الإشكالية ممكن أضغط على شيفت وأجي أضيف إيش تحديد للتحديد اللي عندي، أجي بحكي هيك صار عندي إيش هاي المنطقة انضافت، شيفت أجي بحكي إنه هون في مثلا منطقة والله مش مضيوفة كويس وبضيفها. بشوف يعني وين في أماكن بدها تعديل. هون مثلا في عندي منطقة زيادة، هاي المنطقة كمان ممكن أخذ لها أداة ثانية، ممكن أروح لأداة التحديد المضلع بما أنها مستوية. هلأ هون بدي أطرح تحديد، معناته بضغط على زر Alt وباجي بضغط بعمل خط على المنطقة هاي بما أنها مستقيمة، بكمل فوق، هاي صار إيش، هاي أنا طرحت هذا الخط من التحديد. أو ممكن أضغط شيفت وأجي أضيف إيش تحديد مثلا على شكل خط في هذا المكان، هاي أنا إيش ضفته. إذا بختار أي أداة بتناسبني، هون بدي أطرح مثلا، بأجي بحكي إنه هاي المنطقة بدي أطرحها من التحديد، أو ممكن بدي أضيف تحديد، بس بدي أنتبه إنه عملية الإضافة بدي أضغط على شيفت وأجي أضيف، عملية الطرح بدي أضغط على Alt وأجي أطرح. وبدأ أكون يعني إذا كان عندي الأداة يعني في أداة ثانية بتناسبني أكثر باجي بختارها، ما في مشكلة. حسيت إنه في أداة ممكن تناسبني في عملية تحديد معين باجي بختارها، سواء بالطرح أو بالجمع، باجي بحكي مثلا هون أنا بدي هاي الزاوية تكون شمالها مطروحة مع Alt. ما قلت بطرح تحديد، مع شفت بضيف تحديد، بختار الأداة اللي بحس إنها بتناسبني. طيب هون بدي أنتبه إنه أنا لما جيت أحدد هاي كانت الفيذر صفر، وإذا كانت دقة الصورة جيدة ممكن أحطه واحد. ليش؟ لأني بدي كل التفاصيل، ما بدي يكون في تنعيم للحواف. فأنا إذا كان عندي الفيذر أنا ناسي مثلا على 50 أو 40، هون بصير عندي إشكالية، مش راح تطلع معي التحديد، أو لما أجي أنسخ الصورة مش راح تكون مزبوطة معي. طيب بعد ما أكمل عملية تحديد الصورة وتصير عندي بهذا الشكل، بدي أضغط على زر اللي هو Ctrl مع C النسخ في حالة استخدام الويندوز، في الماك بضغط على Command مع C. بعدها بروح للصورة اللي بدي أضيف السيارة عليها، مثلا هاي الصورة، وباجي بضغط على إيش Ctrl مع V أو Command مع V، بروح لأداة الموف أو أداة التحريك وبسحب السيارة
بحطها في المكان اللي أنا عايزه. فبهاي الطريقة أنا بكون شو عملت؟ عملت اللي هو تحديد للصورة الموجودة عندي، مسختها، بعديها ضفتها عن طريق اللي هو اللصق في المكان اللي أنا عايزه. خلينا نشوف كمان طريقة ثانية ممكن أجيبها للمكان هذا. في عندي أنا لو عملت تحديد في طريقة سهلة، بدل ما أضغط كنترول مع سي وبعدها كنترول مع في لللصق، أنا ممكن أضغط على كنترول مع جي. شو بتلاحظوا هون صار؟ أعطاني نسخة ثانية من السيارة مفرغة في طبقة لحالها. فبعد ما أضغط كوماند جي أو كنترول جي باجي بتلاحظوا صار عندي سيارة مفرغة، بمسكها وبروح برفع على اسم الصورة، بضلني ضاغط لساتني ما تركت، باجي جوا الصورة هون وبترك. فبتلاحظوا هون جاب لي الصورة اللي هي طريقة الدراج اند دروب، السحب والإلقاء. إذن يا بستخدم النسخ واللصق العادي اللي هو كنترول سي كنترول في، أو بعمل دراج دروب اللي هو السحب والإلقاء. إذن بهاي الطريقة بنكون عملنا الصورة. طبعا دائما لما بدكم تخزنوا شغلكم باجي بضغط على فايل سيف از، وباجي بحدد المكان اللي أنا راح أخزن عليه، باجي بسجل اسمه مثلا كار اكسرسايز، وهون الامتداد فوتوشوب عشان لو بدي أعدل عليه لاحقا، وبضغط على زر سيف وبعدين اوكي. هيك بكون أنا حفظت العمل الخاص فيه. طيب خلينا نشوف بعد هذا الموضوع اللي هي أداة الماجنتيك. طبعا هاي الأداة كثير مهمة يا جماعة. مع ذلك أي أداة بتساعدني ممكن الأفضل إنه أنا أدمج أكثر من بين أداة، أكثر من أداة، لأنه دائما التحديدات مختلفة وبتتراوح من تحديد إلى آخر. فبحدد الأداة المناسبة واللي بتسهل علي الشغل وبتعطيني نتيجة جيدة. طيب نيجي للموضوع اللي بعده اللي هو change color أو hue saturation. هلا عندي الصورة الأصلية بهذا الشكل، في عندي إمكانية إنه أشتغل على شيء بسميه الإشباع اللوني. الإشباع اللوني بيعطيني إشباع للون، فممكن توصل الصورة لهاي الدرجة إنه أنا بدي أعطي الألوان فيها ألوان هاي الصورة ولكن خفيفة، فلما أعطيها إشباع بتعطيني ثقل لهذا اللون لحتى إنه يبين بشكل أكبر، خاصة مثلا الأحمر هون. ولكن إذا بدي أقلل الإشباع أطفيها بالمرة رح توصل لهاي المرحلة إنه تصير الصورة خلينا نحكي رمادية بشكل كامل. فأنا هاي الطريقة ممكن أستخدمها لحتى أحول صور الأسود وأبيض، وممكن أستخدمها كمان لأغير لون الصورة بشكل كامل، كمان كنه اللون. الكنه إنه أنا بدي أعطي لون مختلف للصورة اللي هو اللون، يعني لما أجي أحكي أحمر أو أصفر أو أخضر أو إلى آخره. هاي طبعا طريقة ممتازة جدا لحتى إنه أتلاعب في الألوان الخاصة بالصورة. أحيانا مثلا صورة بدي أخليها تكون على شكل قديم أعتقها إلى آخره. فخلينا نشوف كيف ممكن نشتغل على هذا الموضوع. أول شيء نرجع لها صورة الخلفية، هاي السيارة هاي مثلا ما بدنا إياها. كيف بدي أجيب الـ Hue Saturation أو اللي هي الإشباع اللوني أو كنه اللون؟ في عندي كمان الـ Lighting، بضغط على Control مع حرف الـ U، Control زائد حرف الـ U. طبعا حطيت لكم أنا الاختصار كذلك هون، لا أوكي مش حاطه. كنترول مع حرف اليو أو كوماند مع حرف اليو لحتى أوصل لهاي النافذة. يعني أنا بكون محدد الخلف الطبقة وبضغط على كنترول مع حرف اليو أو كوماند مع حرف اليو. هون في عندي ثلاث شغلات مهمة. أول شغلة اللي هي الهيو اللي هي كنه اللون، يعني لما أجي أحكي أنه هذا اللون أخضر أو أصفر أو أحمر شو اللون بتاعه، رح تشوفوا مجموعة تدرجات لونية. وفي عندي هون الساتوريشن، الساتوريشن اللي هو الإشباع. فأنا إذا توجهت طبعا عندي مقابض هون، إذا توجهت بمقبض الإشباع باتجاه اليمين رح يزيد لي إشباع لون الصورة، شايفين كيف صارت. وإذا خففته باتجاه أقصى اليسار رح تصير الصورة رمادية أسود وأبيض ما فيها ألوان. إذا يعني لا بدي أشبع اللون أعطي إشباع أكثر، بخلي الساتوريشن باتجاه الموجب بزيده بالقيمة اللي أنا عايزها، وإذا بدي أخليه باتجاه السالب راح يصير عندي إيش؟ رمادي أسود وأبيض. طيب عندي هون أعطيت إشباع، وفي عندي هون تغيير كمان في اللون. إذا أجيت أغير في الكنه اللون بشكل هون عشوائي راح يغير لي على كل الألوان.
باجي بحرك بتشوفوا انه ايش بغير لي الالوان. ولكن في بعض الحالات انا ما بلزمني اغير كل الالوان، بدي اخلي الصوره يغلب عليها لون او طابع لون واحد فقط. فشو باجي بعمل من كلرايز هون؟ لازم اكون معين صح، حط صح على كلرايز. بعدها بروح في الالوان في الاعلى بصير احرك. هاي هذا مثلا لون بسميه احنا بفن التصوير بنسميه سيبيا، اللي هو فلتر بتركب على الكاميرا عشان اخذ هذا اللون. فانا ممكن اعمله هون بالفوتوشوب بهاي الطريقه. كذلك انه انا باجي بمشي شوي شوي بغير في الالوان، بحصل على الوان باردة او الوان حارة حسب الحاجة. اذا كنت حابب انه الصورة تكون بطابع او بستايل معين خاص فيه، او استخدمها في الديزاين بشكل او باخر مناسب للون. حتى لو كنت انا مختار احد هذه الالوان الموجودة، انا ممكن كمان اروح للاشباع اللوني وازيد العمق اللوني في هاي الصورة والاشباع اللوني، بحيث انه يصير غالب عليها اللون بشكل كبير. وإذا رحت لليسار حيصير يخف درجة هذا الإشباع لحد ما يوصل للرمادي. طيب في بعض الصور بحتاج اللايتنس الإضاءة، يعني مثلا وهذا راح يتبين معنا في كمان شوي تمرين راح ناخده. لو اجيت باتجهت باتجاه الأبيض حيفتح للصورة، لو اتوجهت باتجاه الأسود حيعطيها درجة من اللون الأسود أو التعتيم لحتى أوصل للدرجة اللي أنا عايزها، وبعدها بضغط على زر أوكي. فهيك احنا اتعرفنا على موضوع الهيو ساتوريشن اللي هو الاشباع اللوني وكنه اللون اذا كانت الصورة مش محددة. طيب هلا في بعض الحالات انا شو باجي بعمل؟ باخذ تحديد معين، يعني انه انا باجي بحكي انه مثلا هذا الجزء من الصورة اللي انا محدده بدي اعطيه لون مختلف. بضغط على كنترول يو زي ما حكينا قبل شوي، ممكن اروح على كلرايز واجي اختار ايش لون اخر، انه هاي بدي اياها مثلا بلون مختلف، اضغط على زر اوكي. مثلا ممكن اجي اعمل تحديد، مش شرط التحديد يكون مستطيل، اي نوع من انواع التحديد الموجودة عندي. ممكن اجي اكون عامل تحديد دائري، بدي انتبه للفذر، الفذر بيأثر لي برضو على طبيعة التأثير. فمبدئيا دائما خلوه صفر، وبعدها كمان شوي راح نشوف شو الفرق اذا بغيره. اجيت تحديد دائري وضغط على كنترول مع يو وعملت كلرايز، بتلاحظوا انه انا ممكن اغير جوا التحديد للون معين بهاي الطريقة. وبعد ما أخلص بضغط على زر أوكي. إذن بهاي الطريقة بنكون تعرفنا على تطبيق الهيو ساتوريشن، كنه اللون، الإشباع اللوني على جزء محدد أو على كامل الصورة. التمرين اللي بعده على نفس الموضوع، ولكن حنشوف كيف بدنا نعمل تغيير لون الملابس. عندي هاي الصورة، شوف كيف بدنا نعمل ميك أب، تغيير لون العيون، إضافة مكياج على الوجه، تغيير لون الشفايف. طيب خلينا نشوف هذا الموضوع كيف بدنا نشتغل عليه. الطريقة هي نفسها، ولكن عندي هون شوية شغل بعملية الفيذر اللي تعرفنا عليه في بداية المحاضرة. إذا خلينا أسكر هاي الصورة ونروح نفتح فايل open ونجيب صورة أخرى، مثلا نجيب صورة هاي البنت عشان نشتغل عليها. أول شغلة، في دائما في عملية تغيير اللون لازم يكون عندي التحديد مظبوط وجاي بشكل جيد عشان إنه يكون ضابط معي. بدي أحدد أول شيء الملابس البنت. طبعا أي أداة تحديد أنا بختارها أهم شيء إنه يكون عندي التحديد جيد، فباجي بختار أداة الكويك سيليكشن وبدي أجي أحدد اللون الأبيض اللي هو تي شيرت اللي لابسيته هاي البنت، وبتلاحظوا إنه هاي حددته. طبعا عندي هون كمان موضوع الشعر، إذا حبيت إنه شغلي يكون مزبوط أكثر بروح لسيليكت أند ماسك زي ما تعلمنا سابقا إذا بتذكروا، وباجي بعمل إيش ريفاين إيدج للشعر هون عشان الشعر يعني ما يتأثر بالتحديد. فباجي بعمل ريفاين ايدج لموضوع الخصل الشعر على الاطراف من الملابس بهذا الشكل حتى ما تتاثر، وبضغط على زر اوكي. طبعا انا ايش بس عمل التحديد او تعديل في التحديد هون. الان بكل بساطه بعد ما يصير عندي التحديد واكون مظبطه بطريقه جيده، بضغط على اللي هو كنترول يو او كوماند يو بالماك، باجي بضغط على كلرايز. طبعا تلاحظوا انه تأثر عندي هون الظل، اصبح يعني لو اعطيت اشباع كمان اعطاني لون احمر، بس وين؟ للمنطقة اللي فيها الظل. لو جيت اغير بغير لي على هاي المنطقة. هاي الشغلة بتلزمني انه اشتغل على اللايتنس عشان اعدل اللون الابيض.
بس أنا ما بدي أعطي لايتنس كثير، باجي بعطي تعتيم ولكن بشكل خفيف عشان يبين اللون الخاص فيه في هذا المكان. بعدها لو زدت الإشباع بصير مبين عندي بشكل أكبر. طيب أعطينا درجة لون، بعدها بنيجي بنختار لون البلوزة أو التيشيرت من اللي هي منطقة الهيو أو منطقة كنه اللون. فباجي بختار مثلا اللون اللي أنا عايزه، باجي بضغط على زر أوكي، بعدها كنترول مع دي بلغي التحديد. فبهاي الطريقة بكون أنا إيش غيرت لون التيشيرت. الآن بدنا نيجي نشتغل على موضوع الميك أب، بدنا نكبر على الوجه. إذا كانت الصورة دقيقة يعني دقتها عالية، هاي الصورة دقتها صراحة ضعيفة، ولكن إذا كانت الصورة عندي دقتها عالية رح يلزمها قيمة أعلى. يعني مثلا هون أنا ما أجي أحدد الفم، بدي أحط صفر الفيذر، يعني بدي أختار أداة التحديد اللي هي ماجنتيك اللي تعرفنا عليها قبل شوي، وبدي أخلي الفيذر صفر أو واحد ممكن أحط. في بعض الصور ممكن أحتاج فيذر أكثر بقليل، يعني في حالة كانت دقيقة جدا وممتازة وحجمها كبير. حاليا إحنا بدنا نغير لون الشفايف، فباجي بعمل تحديد لهذا المكان. طبعا ممكن أحدد يعني على شكل جزئين، يعني ممكن أعمل تحديد أولي وبعدها أعمل شيفت وأضيف كمان تحديد. إذا حسيت الوجه التحديد مش مبين معي بكبر، بعمل كوماند مع شيفت وباجي بكبر وبمشي في التحديد. طبعا أداة الماجنتيك بتساعدني في عملية الانحناء حتى أوصل للتحديد اللي أنا بدي. بضغط زر شيفت وباجي بحدد الجزء الثاني أو القسم الثاني من الفم. إذا حسيت صار في خلل أنا بدي أرجع شوي للأداة عشان تأخذ زاوية جيدة. بكمل كمان داخل الفم. حسيت في خلل برجع بضغط على زر الحذف أو باكسبيس عشان أخلي الأداة تعدل الخلل اللي صار. هيك بكون تقريبا حددت الفم. إذا شفت إنه في عندي مثلا خلل معين باجي بضغط على شيفت عشان أزيد تحديد، أو إذا بدي أطرح بضغط على زر ألت. حاليا أصبح الفم عندي محدد. الخطوة الثانية طبعا كنترول ناقص باجي بصغر الصورة، كنترول زائد بكبر. بضغط على كنترول مع يو زي ما تعلمنا قبل شوي. حاليا لازم أروح على كلرايز وباجي هون بعمل الإشباع اللوني للون اللي بدي إياه، بختار من الأعلى مثلا اللون اللي أنا عايزه. عمدي أخفف، ممكن أجي أخفف اللي هو الساتوريشن من هاي المنطقة الإشباع اللوني، ومن هون باجي بختار اللي هي درجة اللون اللي أنا عايزها. طيب نضغط على زر أوكي، كنترول مع دي بنكون إيش عملنا اللي هو لون الشفايف. طبعا ممكن أغير تعملوا اللون اللي بدكم إياه، بس هون على سبيل التدريب أنا بحط أي شيء مش مشكلة. طيب نيجي للون العيون. برضو أنا ممكن أخذ أحيانا إذا كان الشكل دائري أكبر ممكن أخذ اللي هي الدوائر، يعني ممكن نجرب ناخذ دائرة. الفيذر طبعا صفر وممكن أحطه واحد، أشوف إذا كانت الدائرة تفي بالغرض أنا ممكن أخذ دائرة، يعني ممكن الدائرة وأضيف لها شيء. بضغط شيفت عشان أضيف العين الثانية. طبعا دائما بس أرسم بالدائرة ممكن أضغط مسطرة وأسحبها أحركها في المكان اللي أنا عايزه زي ما تعلمنا سابقا. حسيت إنه الدائرة والله بدها كمان شيء، أنا ممكن أروح لأداة الليسو مثلا أداة تحديد اليد، ولكن انتبهوا إنه هون كانت 10 فلازم أخليها صفر زي الأداة الثانية. بضغط على شيفت وباجي بضيف مثلا هذا الجزء للعين، يعني هذا مش محدد. هون كمان هذا مع شيفت باجي بضيف هذا الجزء على فرض وهذا الجزء. إذا في جزء بده طرح أنا ممكن أضغط على زر ألت وأجي أشيل مثلا الجزء اللي بده إزالة. نفس الشيء هون. بعد ما أحدد التحديد بشكل جيد بضغط على Ctrl U بروح لكلرايز، ومن هون باجي بختار مثلا
اللون اللي انا عايزه، مثلا نخلي اللون على فرض ازرق، نخلي الساتوريشن اقل عشان يكون واقعي اكثر، وبعدها بضغط على زر اوكي كنترول دي، فهيك صارت العيون لونها ازرق. بنيجي ل في بعض الاشياء الاضافيه، بس عشان اوضح لكم مفهوم الفيذر، انا بدي اخذ اللي هي اداه التحديد، هاي اللي هي اداه الليزو تول، تحديد الحر. بدي اعمل لون، بس اذا خليته صفر راح يكون حاد، مش راح يبين جيد اذا بدي اعمل. فعشان هيك انا راح اعمل فيذر بقيمه 10 مثلا، واجي احدد مثلا المنطقه اللي فوق العين بهذا الشكل، طبعا تحديد يدوي. وعشان اضيف، لو اختفى جزء مش مشكلة، هذا بيكون محدد، بس لانه الفيذر قيمته عالية بالنسبة لدقة الصورة. طبعا الان انا باجي بعمل في الجهة المقابلة، بعدها بضغط على كنترول مع يو، بحط كلرايز. طبعا من خلال الكلرايز ببين انه هون، حتى لو مش مبين عندي ضاف للتأثير، لكن عشان الفيذر ما بين لي فباجي بختار اللون، بختار الساتوريشن الخاص فيه كمان، واجي بضغط على زر اوكي. لو ما عملت انا فيذر ما بيندمج اللون بهذا الشكل مع البشره. طبعا هذا عشان نوضح المفهوم. اذا بهذا الشكل تعرفنا على تغيير لون الملابس، على شو عمل ميك اب. ممكن كمان تشتغلوا اكثر على الوجه، نضيف مناطق ثانيه، ولكن حتى تتعرفوا على المبدأ. إذا هذا هو المبدأ، إنه بضيف فيذر في حالة أنا بدي أدمج وأنعم اللون مع الحواف. إذا كان بدي إياه شوي في بعض المناطق لازم يكون حاد صفر. إذا كانت دقة الصورة عالية كثير رح يلزمني أكثر من 10. إحنا ضفنا هون 10 إنه شوي الصورة دقتها مش عالية. لو كان عندي صورة شوي دقتها أعلى حيكون عندي لازمني فيذر أعلى، فبالتالي بخلي التحديد وبروح على أداة السيلكت وبروح على الموديفاي، بضيف فيذر زي ما تعرفنا في قسم الفيذر. طيب هذا الجزء الخاص بالميك اب. أكيد الصبايا بكيفوا على هذا الموضوع. بتمنى أنه تكونوا استفدتوا من التعرف على الأدوات، وكذلك طبقتوها بشكل جيد. الموضوع الآخر اللي بدنا نحكي فيه كمان، اللي هو كيف انا بدي احفظ التحديد اللي انا عملته، او سيف سيلكشن ولود سيلكشن. سيف سيلكشن انه انا مثلا على فرض عملت تحديد معين، يعني مثلا ممكن للملابس القميص هذا، فبدل كل مره ما ارجع، يعني احتجت هذا التحديد عشان بدي اغير لون البلوزه، فلازم يكون حافظ التحديد هذا. مثلا عملت هذا التحديد، وفي بعض التحديدات احيانا انا بتعب عليها، لما اجي اشتغل عليها بتاخذ مني وقت، ولما اشتغل عليها يعني بدها معالجه وكذا، فبالتالي لما اذا كان بدي اعيدها تاخذ مني وقت كثير. فمثلا احنا عملنا هذا التحديد على فرض، وجيت بدي ناخذ طريقه نحفظ هذا التحديد، فشو بعمل؟ بروح على سيلكت، وبروح على سيف سيلكشن، وباجي بحكي انه هذا التحديد اسمه مثلا تي شيرت، باجي بضغط على اوكي. الان انا لو حذفت التحديد، ضغطت كنترول مع دي، وفي اي لحظه رجعت بدي التحديد، انا شو بعمل؟ بروح على سيلكت، وبروح على لود سيلكشن، وباجي بختار من هون من القائمه شانل اللي هي تي شيرت. طبعا ممكن اكون مخزن اكثر من تحديد، فاي تحديد انا عايزه بختاره من هاي القائمه، باجي بضغط على زر اوكي، بتلاحظوا انه رجع لي التحديد. طبعا هاي العملية اللي هي حفظ التحديد واسترجاعه بتفيدني بشكل كبير في أكثر من موضوع. طبعا أنا راح أطلب منكم تمرين عادة بعمله مع الطلاب، ولكن مش راح أشرحه، راح أخليكم أنتوا تحاولوا فيه، لأنه فعليا إحنا شرحنا الأشياء اللي بتلزمنا سواء في محاضرة هاي أو في محاضرات سابقة. هلأ لو طلبت منكم أنه تجيبوا صورة لحدا معين، يعني عادة أنا بجيب صورة شاب لابس جاكيت مثلا، وبطلب منهم أنه أنا بدي أعمل ورقة A4، وبدي أدخل صورة الشاب 8 مرات على A4، وكل مرة تكون لون جاكيته بلون مختلف، عشان إنه بدنا نعرضها للزبائن إنه الزبون يختار أي لون بده إياه في محل ملابس. فبالتالي هذا التمرين يعني اعملوه، وإذا صار عندكم أي تساؤلات ممكن تبعثوا لي في الكومنتس في أسفل الفيديو، ولو عندكم أي تساؤلات أي شيء بهذا الخصوص عشان
صار عندكم أي إشكالية. إذا عملتوا كمان نتيجة يا ريت تشاركوها معنا برضو بالكومنت، اعملوها احفظوها ابعثوا لنا إياها بالكومنت. إذا موضوع السيف سيليكشن أيضا من الموضوعات الهامة اللي ممكن أستفيد منها. نيجي للموضوع الثاني اللي هو الدبليكيت لاير. الدبليكيت لاير يعني أنه أنا عندي طبقة وبدي أنسخها بسهولة. في بعض الحالات أنا بكون عندي مثلا هاي الطبقة، هاي مثلا لو فرضنا هاي الطبقة الأصلية ما بدي أشتغل عليها وبدي أعمل كمان طبقة نسخة ثانية منها، فأنا شو بعمل؟ باجي بمسك الطبقة بضلني ضاغط عليها وبسحبها على طبقة جديدة، هيك أنا بكون عملت دوبليكيت أو إيش؟ عملت نسخة من هاي الطبقة. يعني باجي بمسكها وببساطة برميها على الطبقة الجديدة فبكون إيش؟ عملت نسخة منها. طبعا هاي النسخة مرات بلزمني إنه أعمل دوبليكيت على أساس إنه في عندي عملت بدي أعمل نسخة ثانية عشان أعمل عليها تعديلات مختلفة، أو إنه بدي أخلي النسخة الأصلية بدي أشتغل على نسخة من الطبقة. فبهاي الطريقة أنا دبل بضغط وبضلني ضاغط وبسحب على طبقة جديدة بنشئ إيش نسخة من الطبقة أو ما بسميه دوبليكيت لاير، عملية نسخ الطبقات. طيب الموضوع الآخر اللي بدنا نحكي عليه اللي هو الموضوع الأخير اللي هي البانلز، كيف بدي أظهر وأخفي البانلز الموجودة على يمين الشاشة في البرنامج. طبعا عندي على يمين الشاشة عادة مجموعة من اللي بسميهم بانلز، السواتشز مثلا، الكالر، اللايرز مثلا، الشانلز، الباث وغيرها. فهاي البانلز الموجودة كيف بدي أخفيها وأظهرها؟ بروح لقائمة ويندو، بتلاحظوا أنه عندي أنا ظاهر مثلا اللي هي البانل لاير وظاهرة السواتشز. فلو بدي مثلا الستايلز هاي بضغط عليها بتلاحظوا أنه جاب لي اللي هي البانلز الخاصة بالستايل. لو بدي أخفي الستايل بروح على ويندو وبختار ستايل فبتختفي. لو مثلا اختفت عندي اللايرز وأنا بدي اللايرز فبروح على قائمة ويندو وباجي بظهر اللي هي موضوع اللايرز. لو اختفت عندي السواتشز بنفس الطريقة، يعني مثلا هاي السواتشز ضغط عليها راحت. أو أحيانا شو بصير عندي، أنا بكون ماسك مثلا البانلز ضغط عليها بكون سكرتها، ممكن أسحب أي بانلز وأجي أضغط عليها بتكون سكرت بهذا الشكل. فأنا لما أروح لقائمة ويندو باجي على اللي هي مثلا اللايرز فهي بتكون إجت عندي. طبعا كيف بدي اضيفها؟ باجي بسحبها وبحطها على المكان اللي كانت فيه سابقا، يعني باجي بحكي انه بدي اضيفها بهذا المكان فبتيجي عندي بهذا المكان. طبعا انا ممكن كمان انه الشيء اللي تعلمناه سابقا لو صار عندي خلل كبير انا ممكن اروح لو ويندو ورك سبيس واعمل ريسيت اسينشلز عشان يرجع لي وضع الورك سبيس زي ما كانت سابقا. طبعا احنا خصصناها شوي فشلنا بعض الشغلات خلينا بعض الأشياء. إذن هذا بما يتعلق كمان اللي هي موضوع البانلز الموجودة هون. في عندي كمان هذا الشريط للبانلز رح نحكي عنه في المحاضرة الجاية. هيك بنكون أنهينا هذا الدرس. طبعا تعرفنا فيه على مجموعة شغلات كثيرة ومهمة في برنامج الفوتوشوب، أول شيء خاصية الفيذر وتنعيم الحواف وطريقة استخدامها في أكثر من مكان، وشفنا كيف تطبيقها على الميك اب. الشغلة الثانية اللي هي أداة التحديد المغناطيس أو الماجنتيك ليزر تول، وشفنا من خلالها كيف ممكن إنه ننسخ أو نحدد سيارة، كيف تعرفنا على هاي الأداة. شفنا كيف عملية تغيير الألوان أو change color عن طريق كنه اللون وعن طريق الإشباع اللوني، وكمان شفنا كيف نغير لون الملابس، لون العيون، لون الشفايف باستخدام هذه الطريقة وعن طريق تطبيق الفيذر. بعدها تعرفنا على عملية حفظ التحديد وإعادة استرجاعه، وحكيت لكم إنه جاكيت إكسرسايز هذا ممكن تعملوه في البيت وتحطوا لي بالملاحظات إذا عملتوا شيء أو إذا صار عندكم أي إشكالية. دوبليكيت لاير هي عملية نسخ الطبقات. آخر شيء تعرفنا على عملية إظهار وإخفاء البانلز أو الألواح الموجودة على يمين البرنامج. بتمنى يكون هذا الدرس مفيد لكم. نهاركم سعيد، نشوفكم في لقاء مقبل.